تأجلت أحلام قائد الخضر رياض محرز الذي ما فتئ أن يضمد جراحه من صدمة الإقصاء المر رفقة المنتخب الوطني في التأهل إلى مونديال قطر بالمباراة الفاصلة أمام المنتخب الكاميروني بملعب مصطفى تشاكر. وبعد شهر وبضعة أيام فقط تكبد صدمة أخرى رفقة ناديها بالإقصاء من نصف نهائي رابطة الأبطال الأوروبية، ما يوحي أن المصائب لا تأتي فرادى وأن لعنة غريبة باتت تلاحق نجم الخضر الذي أخفق في بلوغ هدفين كبيرين وفي الدقائق الأخيرة في ظرف وجيز وفي موسم للنسيان لنجم السيتيزان بعنوان حلماني مؤجلان. وضعية نفسية صعبة لقائد الخضر رياض محرز فيما تبقى من المشوار مع ناديه مانشستر سيتي والطامح إلى إنقاذ موسمه بإحراز لقب البريمير ليغا. أما على صعيد المنتخب فبعد أقل من شهر سيعود محرز رفقة الخضر لأجواء التصفية الإفريقية، فهل يملك قائد الخضر القدرة الذهنية والنفسية لتجاوز النكسة وصدمة الإخفاقين المتتاليين مع النادي والمنتخب؟ أم أن الإنعكاسات السلبية ستحتاج إلى فترة زمنية لزوال أثارها السلبية؟ كرة القدم إذا خرج الصوالح كاب نجور النجم يربح لتروا كما نقولوا شامبيون ولا لا كوب ولا تشامبيونز ليغ ولا لا كوب دي مون. هذه كرة القدم بون محرز احنا ما نقولش جوار ان كرون جوار كاين دي كرون جوار كما هو وما لعبوش لا كوب دي مون ما لعبوش تشامبيونز ليغ ما لعبوش، والحمد لله هو ديجا راهم فرح الجزائر راهو يلعب في كيب كبيره جا يرجع هو تابا جوار بروفيسيونال يعرض الصوالح باسكو كاين دي جوار دي كرون جوار راهم معاه وقاعدين ينجم يرجع نورمال ما تكاليفاش لا كوب دي مون ولا خسروا كما خسروا البارح. هادو دي بروفيسيونال ويعرفوا راهي عندهم الشامبيون مازال ومازالت له لا كوب دي مون تاع ان شاء الله اللي راهي جايه فانتينا مازال الشامبيونز ليغ. انا نقول ما يتعثر بصح يمكن يتغلب عليه. هو قانون الكرة المثير والقاسي والذي طالت قسوته نجم الخضرة على أمل مستقبل أفضل وأيام أفضل من الأيام الأخيرة التي لم تبتسم لابن الجزائر ولا للمنتخب.